حديث الساعة، مرحبا بكم. صحيفة جيروزاليم بوست العبرية تحدثت وأكدت بأنه مع إعلان لبنان توقيع تعديل لتوسيع المنطقة البحرية المتنازع عليها مع إسرائيل، تستعد إسرائيل للرد على رفع سقف المطالب اللبنانية في ملف ترسيم الحدود البحرية عبر توسيع متطرف للمنطقة التي تطالب بها إسرائيل وتحويل الخط الأزرق إلى أحمر. فهل لبنان المتأزم داخليا هو في مكان يستطيع التفاوض على قضايا مصيرية كترسيم الحدود؟ أم أن إسرائيل تحاول استغلال الظروف الراهنة لتحقيق هذه المكاسب؟ وما الدور الذي سيلعبه حزب الله مستقبلا في هذا الملف؟ تساؤلات كثيرة نطرحها في حديثنا لهذه الساعة. بهذا الصدد ينضم إلينا من بيروت الكاتب والصحفي الأستاذ عامر ملاعب. أستاذ عامر، مرحبا بك في حديث الساعة. إذن يعني رفع لسقف المطالب متبادلة بين لبنان وإسرائيل فيما يخص عملية ترسيم الحدود، كيف تتابعون هذه الإجراءات من كلا الجانبين؟ تحياتي لكم ولمشاهديكم الكرام، أهلا بك. أولا يعني هذا الموضوع إشكالي قديم، طبعا ليس هناك من حدود لكيان الاحتلال الإسرائيلي كان مع لبنان أو غير لبنان. المسألة تتعلق بمشروع سيادي ومشروع خط نهائي للحدود. في العام 2006 أو في العام 2000 بعد اندحار الاحتلال الإسرائيلي من جنوب لبنان، كان الخط الأزرق يعني هو خط يعني ليس نهائي، خط محدد فقط كهدنة. نعم. اليوم يطرح هذا الموضوع نظرا لما يحكى عن ثروة نفطية كبيرة في البحر، في البحر المتوسط. هذا الأمر طبعا ولكن اليوم إسرائيل تحاول، يعني أستاذ عامر، تحاول تحويل هذا الخط الأزرق إلى أحمر ونهائي. صحيح. هذا الأمر طبعا بالرغم من وضع لبنان المتدهور اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، ولكن في المعادلة المرسومة مع كيان الاحتلال هناك قوة معادلة، قوة مقاومة، استطاعت أن تضع حدا للأطماع الإسرائيلية واستطاعت أن تشكل عائقا أمام الأطماع الإسرائيلية. لبنان لن يتنازل طبعا، يعني هذا أمر محسوم وطنيا، لن يتنازل عن حقه في استغلال أراضيه إلى آخر شبر، ولن تكون هناك معادلة مغايرة في المدى المنظور. قوة القوة على الأرض هي المعادلة الحقيقية، رغم المحاولات الأمريكية والغربية والإسرائيلية لتغيير وتعديل هذا الخط. في السابق كان هناك خطأ كبير من حكومة الرئيس فؤاد السنيورة حين تقدمت برسم حدود تبين أنها تنازلت عن نحو 800 كيلومتر مربع من المساحة البحرية التي تخص لبنان، هي ملك لبنان. هذه المرة بعدما قامت الجيش اللبناني قام برسم الحدود بناء على المعطيات الجغرافية وخرائط قديمة ومعادلات دراسات حديثة، بين أن هناك ما يفوق 1200 كيلومتر مربع للبنان حق بها في أراضي فلسطين المحتلة، يعني في المناطق المحتلة. هذه المعادلة ثابتة اليوم، لن تتغير نظرا لقوة المقاومة وليس نظرا لقوة القانون الدولي أو القوى المهيمنة على القرار في العالم. يعني بهذه النقطة أستاذ عامر تقصد حزب الله؟ نعم. أنه سيلعب دور في هذه المسألة؟ طبعا
طبعا حزب الله يحاول الإسرائيلي استغلال هذه الظروف لعل وعسى يستطيع أن يحصل على ما يريد، ولكن هذا الأمر محسوم. ولن تكون هناك معادلة وطنية، يعني أي قوة وطنية تستطيع أن تتراجع أو أن تتنازل عن هذه المساحة مهما كان موقفها السياسي من حزب الله أو من المقاومة. الموضوع محسوم ولن تكون هناك معادلة جديدة. طيب، يعني هل اليوم الحكومة في لبنان هي في مكان قادرة أن تخوض مفاوضات جديدة، أن تفاوض على أو تقدم أي تعديلات وترفع سقف المطالب فيما يخص المفاوضات القديمة أستاذ عامر؟ يعني هنا نقصد الحكومة اللبنانية يعني في أزماتها المتعددة داخليا. صحيح، جنابكم تعلمون أن مثل هذه المعادلات ترسمها القوة على الأرض. اليوم حتى ولو كانت الحكومة اللبنانية الشرعية والرسمية ضعيفة، ولكن معادلة القوى موجودة على أرض الواقع، موجودة على أرض الجنوب، موجودة في معادلة الصواريخ المضادة، في معادلة الحسم وردع الاحتلال الإسرائيلي. حتى لو كانت الحكومة اللبنانية ضعيفة، ولكن هذا لا يغير في المعادلة على أرض الواقع شيئا. يعني مسألة ترسيم الحدود هي مسألة حتمية بيد حزب الله، هذا ما تريد إيصاله أستاذ عامر؟ طبعا حزب الله بما يمثل اليوم القوة، قوة وطنية، قوة على مستوى لبنان. طبعا على اللبنانيين وعلى كل القوى التي تواجه الاحتلال الإسرائيلي الاستفادة من هذه القوة، وهذا ما يحصل على أرض الواقع. نعم، من بيروت الكاتب الصحفي الأستاذ عامر ملاعب، أنا أشكرك جزيل الشكر على طيب هذه المشاركة ومجمل هذه الإيضاحات من بيروت. أيضا مشاهدين ينضم إلينا الكاتب السياسي الأستاذ حنا صالح. أستاذ حنا مرحبا بك في حديث الساعة. يعني سمعت ضيفنا الأستاذ عامر يتحدث بأن لطالما موجود حزب الله على الأرض فمهما كانت أزمات لبنان الداخلية لن تستطيع إسرائيل فرض واقع جديد على لبنان، كيف تعلق؟ جيد الكلام لكنه مغاير للواقع. سيطرة حزب الله على البلد سرعت إفلاسه وانهياره، وسيطرت حزب الله لا تتم لمصلحة لبنانية، بل هي جزء من الأجندة الإيرانية للسيطرة على المنطقة وليست في مصلحة لبنان. مصلحة لبنان تحديد حدوده الجنوبية وحدوده الشمالية. حدوده الجنوبية مع العدو الإسرائيلي يجب أن يتم تحديدها، وكان رئيس مجلس النواب قد توصل بعد سنوات طويلة من المفاوضات إلى اتفاق إطار، جرى تجويف ما تم التوصل إليه. فإسرائيل بدأت استخراج النفط ولبنان لا حدود له ولا حماية لا لحدوده ولا لحقوقه. وفي الشمال يجب أن ترسم الحدود. منذ زمن رفض النظام السوري ترسيم الحدود، والآن النظام السوري أقدم على تلزيم بلوكيت لشركة روسية، وقد قدم نحو 1000 كيلومتر من المياه اللبنانية الاقتصادية الخالصة. ومن هم في السلطة من رئاسة الجمهورية إلى صاحب القرار أي حزب الله لم ينبثوا بكلمة ولم يعترضوا، وفقط اكتفى رئيس الجمهورية بقوله أنه خابر الأسد وقال له الأسد علمك. طيب حقوق يعني لبنان سيادته على أرضه مسائل لا تتجزأ، وهي مسؤولية كل الشعب اللبناني ومسؤولية الدولة اللبنانية عندما تستعاد الدولة المخطوفة بالفساد. طيب بالطائفية أستاذ حنا، يعني إن كان رؤوس الهرم في كلا البلدين السوري واللبناني يقولون علمك كما تفضلت، إذن العلم عند من ومن يتحكم على عند الأرض؟ الشركة الروسية التي بدأت التنقيب. جميل، شركة كابيتال الروسية. نعم. بدأت التنقيب في المياه اللبنانية لمصلحة نظام بشار الأسد وليس الشعب السوري. ومصلحة الاحتلال الروسي طبعا في المياه الخالصة للبنان. للبنان 1000 كيلومتر. طيب جميل أستاذ حنا، لبنان اليوم أو الحكومة اللبنانية أو السلطة في لبنان المأزومة داخليا يعني شبه المنهارة حقيقة، هل هي في مكان يعني يسمح لها بأن ترفع سقف مطالبها كما تحدثت صحيفة جيروزاليم بوست العبرية بأن لبنان رفعت سقف مطالبها، ما دفع بإسرائيل أيضا أن ترفع سقف المطالب وتحول الخط الأزرق إلى أحمر بحسب وصف
الصحيفة، كيف تعلقون أستاذ حمد؟ بكل أسف سلطة التفريط بحقوق اللبنانيين وحقوق البلد تتلاعب بمسألة محورية وأساسية وهي الحدود. لقد جرت محاولة منذ الصيف الماضي للالتفاف على 7 أو 8 سنوات من التفاوض للوصول إلى اتفاق الإطار. هذه المحاولة كان الهدف منها أن يتم مقايضة مع الجانب الأمريكي لتخفيف العقوبات عن الصهر المدلل جبران باسيل، لكن ذلك لم يمر. عاد رئيس الجمهورية في آخر لقاء مع المفد الأمريكي ديفيد هيل للقبول بأن تؤمن أمريكا خبراء دوليين للمساعدة في تحديد الحدود. نعم. وقبل أيام السبت الماضي أعلن باسيل التخلي عن كل الخطوط وأن يكون هناك وفد سياسي لبناني للتفاوض، وجبران باسيل لا يمانع من إقامة حقول مشتركة مع إسرائيل. إنهم يتلاعبون بالحقوق كما نهبوا أموال المودعين. هذه سلطة لم تؤتمن على حياة الناس ولا تؤتمن على حياة البلد. بدون تطور سياسي في لبنان وعدت به ثورة تشرين عندما نزل ملايين الناس إلى الساحات، بدون تطور يخلق الحيثيات السياسية الجبهوية لاستعادة الدولة، سنبقى ننتقل من قعر إلى قعر، مزيد من الانهيارات، مزيد من التعسف بحق اللبنانيين، ومزيد من الادعاء عن صواريخ دقيقة وانتصارات إلهية. طيب فيما يخص هذه الصواريخ الدقيقة، يعني باسيل إلى منصة لتصدير السموم. نعم، باسيل بحسب ما تحدثت أستاذ حنا بأنه لا يمانع من تشكيل حقول مشتركة ربما مع إسرائيل، وهو يمتاز بعلاقات جيدة وجيدة جدا مع حزب الله الذي لا يعترف أصلا بوجود إسرائيل ولا يعترف بوجود حدود لإسرائيل، ويعني المقاومة والممانعة والحرب، وأنه يعني لن يتخلى عن شبر واحد لا من مياه الإقليمية ولا من حدوده. هذه الإزدواجية بالمعايير حتى بين الحلفاء داخل البيت اللبناني، كيف تقيمونه صاحبنا؟ دعنا نحدد بعض الأمور. طيب، حزب الله يعترف بالخط الأزرق، وحزب الله لم يخترق الخط الأزرق منذ تم صحيح بعد العام 2006 ولا مرة. حزب الله في مزارع شبعة التي يصر النظام السوري أنها ملكية سورية يقوم بعمليات تذكيرية كل 5 سنوات أو 6 سنوات. لا حزب الله ولا إيران قاتلوا من النهر إلى البحر ولتحرير فلسطين، بل قاتلوا ضد الشعب السوري والعراقي واليمني والبحريني وإلى آخره، وطبعا الشعب اللبناني. دعنا من هذا الكلام وحديث عن تدمير دولة العدو الغاشم خلال 7 دقائق ونص. بأي حال هذا العدو الغاشم يضرب في البحر والبر ولا يجد من يرد عليه. أما ما يطرحه جبران باسيل فهو الذي يؤمن التغطية الكاملة هو والفريق الذي ينتمي إليه ورئاسة الجمهورية لكل ما يقوم به حزب الله، حتى تحويل لبنان منصة صواريخ ضد العرب، وتحويل لبنان منصة سموم ضد العرب وضد أصدقاء لبنان في العالم. مقابل كل هذا الدور الذي يقوم به هو ليس في وضع المعادي لإسرائيل، وكان أول من تحدث عن حق الإسرائيليين بالعيش في سلام منذ زمن طويل، وهو يقدم على الدوام رسائل اعتماد للأمريكيين على هناك إمكانية لرفع العقوبات التي عملياً تحول بفضلها وبفضل الحملة الشديدة اللبنانية ضده إلى أكثر شخصية منبوذة بتاريخ لبنان. نعم. إنها توزيع أدوار داخل هذه المنظومة، لكن الجميع يلتزم بينهم بما تقرره طهران. لا حزب الله صاحب القرار ولا القصر الجمهوري وجبران باسيل صاحب القرار. عندما تستعاد الدولة المخطوفة يصبح القرار في لبنان. نعم.
نعم، من بيروت الكاتب السياسي الأستاذ حنا صالح، أنا أشكرك جزيل الشكر على طيب هذه المشاركة ومجمل هذه الإيضاحات، شكرا جزيلا لك. من القدس مشاهدينا ينضم إلينا الخبير في شؤون الشرق الأوسط الدكتور حسن مرهج. دكتور حسن، الحديث اليوم يجري عن ترسيم الحدود بين إسرائيل ولبنان، تعثرت في أكثر من مناسبة. اليوم الحديث يجري عن تشكيل خط أحمر عوضا عن الخط الأزرق بتوسيع أو رفع سقف المطالب الإسرائيلية ردا على رفع سقف المطالب اللبنانية في هذه المفاوضات. كيف تتابعون هذه التصريحات من كلا الجانبين؟ وإذا تمت هذه الخطوات وفعلا وسعت إسرائيل من حدودها أو سيطرتها البحرية، ما الرد الذي من الممكن أن يأتي من حكومة شبه منهارة في الداخل اللبناني؟ نعم، بداية تحياتي لك ولجميع المشاهدين. أنا باعتقادي يعني كل هذه المناورات والمحادثات يعني هذا من الشيء الطبيعي أن يحصل عندما يكون محادثات بين أي طرفين، هو أن يرفعوا السقف لكي بالتالي يوصلوا إلى خط أو إلى نتيجة اتفق عليها الطرفان. لا شك إنه الإسرائيلي بشكل عام هو يريد، والمطامع الإسرائيلية اليوم هي ليست في الحدود البرية أو كما تفضل ضيفك من لبنان قبل إنه مزارع شبعة وغيرها، هذا لا يطمع فيها الإسرائيلي لأنه اليوم بطلت الجبال والوديان هي العائق. لا دكتور حسن، يعني مزارع شبعة كانت الحديث، المطمع الرئيسي هو في البحر وفي مياه البحر. دكتور حسن، يعني يبدو أنك لم تسمع الحديث منذ بدايته مع الأستاذ حنا. أستاذ حنا تحدث بأن يجب ترسيم الحدود في الشمال وفي الجنوب، أيضا هناك يعني مناطق بحرية سيطرت عليها يعني شركات روسية تابعة للحكومة أو عفوا داعمة للحكومة السورية فيما يخص التنقيب عن النفط والغاز في المتوسط، وأيضا في الجنوب هناك إسرائيل يجب المطالبة بحق لبنان في هاتين الجانبين. أما يعني مزارع شبعة أتت على ذكر السيادة الوطنية ككل. دكتور حسن، المشكلة بالنسبة لمزارع شبعة هو موضوع يعني هذا موضوع منفصل جدا، هذا موضوع منفصل. دكتور حسن، لا توجد هناك أي مطامع يعني ما عدا التواجد العسكري، وربما في حلول مستقبلية قد يتم حل هذه النقطة عندما يتفق الجانبان السوري واللبناني على دكتور حسن، نحن اليوم نتحدث عذرا على المقاطعة، نتحدث عن حدود بحرية، موضوع مزارع شبعة هذا موضوع منفصل تماما. اليوم الحديث عن حدود بحرية جرت المفاوضات على ترسيمها أكثر من مرة. نعم، هناك المشكلة الكبرى على الترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل. إسرائيل لديها مطامع كبيرة لأنها حقول غاز تستفيد منها بعد التنقيب ومواقع الغاز التي اكتشفتها في البحر التمار، وهي لا تريد يعني للبنان أن يكون له مصادر دخل طبيعية من الغاز والنفط الذي ممكن أن يوجد في المنطقة التي تحصل عليها إسرائيل. وبالتالي نقطة الخلاف هي النقطة التي تأتي من البر برأس الناقورة حول أي حوض من الأحواض المختلف عليها. حق لبنان أن يكون له سيادة بحرية، أن يكون له مناطق قد يستغلها في الاقتصاد اللبناني ويعود بالتالي بالازدهار على لبنان ككل. دكتور يعني من أين ستأتي هذه السيادة؟ وسمعت ضيفنا الأستاذ حنا يؤكد بأن السيد جبران باسيل لا مانع لديه من إنشاء حقول مشتركة مع الجانب الإسرائيلي، كيف تعلق؟ أنا لا أعتقد أنه يعني الموضوع ليس موضوع حقول مشتركة، ولكن يجب أن يكون هناك تنسيق. اليوم هناك مشاكل بين مصر وتركيا وقبرص واليونان أيضا في المياه البحرية والموارد الموجودة في البحر، فلا بد أن يكون هناك تنسيق لكي لا تحصل أي كارثة، وبالتالي شعوب المنطقة هي من تدفع الثمن. يعني هنا الموضوع هو موضوع اقتصادي وليس أو رؤية أمنية، يعني ليس رؤية أمنية حدود من، ولكن يجب التنسيق. بالتالي أنت البحث عن غاز بقاع البحر، وأن لم يكن هناك تنسيق لربما تحصل أي كارثة ممكن
يعني الشعوب يدفع ثمنها، ولكن الحكومة في لبنان منهارة، وأيضا في إسرائيل منذ عامين لا توجد حكومة أيضا، وإحنا مجرد حكومة انتقالية أيضا، والانتخابات وربما نذهب إلى انتخابات خامسة. يعني الوضع بإسرائيل هو ليس الأفضل، أفضل من الوضع المتواجد في لبنان، ونفس الموضوع بلبنان. ولكن إن كانت حكومة وإن لم تكن حكومة يجب عدم التفريط في الحق، وهذا حق شرعي للبنان وحق شرعي للبنانيين أن يكون لهم موارد طبيعية ويستغلوها، ويستطيعون أيضا أن يدعموا ويقووا الاقتصاد اللبناني، لأنه دائما أهداف الغرب ومن حواليها أن تبقى هذه الدول ضعيفة ومنهارة، لا يكون لها أي مصادر دخل ولا يكون لها أي مصادر مادية تعتمد عليها، وبالتالي يتم محاربتها. وهذا الوضع، يعني حتى الوضع في سوريا والعراق وإيران وكلها، هي أن هذه الدول لا تصل إلى الحق أو إمكانية أو الاقتصادية الذاتية، ولذلك يتم محاربة هذه الدول، لأنه يجب أن نكون حتى اقتصاديا نحن مستعمرون إلى الغرب، بغض النظر عن أسباب والذرائع التي يدعونها أنه بسبب ذلك وبسبب ذلك الحزب وبذلك بسبب ذلك الشخص وبسبب شخصيات معينة. نعم. طيب دكتور حسن، يعني حزب الله اليوم التعويل يجري على حزب الله مهما كان الاتفاق، هل حزب الله يعني سيكون هو الطرف الذي سيعيد للبنان حقه المسلوب كما يقال من وجهة نظركم؟ وحزب كباقي الأحزاب في لبنان، نعم له قوة العسكرية، إذا تم أي اعتداء على لبنان يتم ردع هذا الاعتداء، وهناك من يعمل لحزب الله ألف حساب، وخاصة الجانب الإسرائيلي. يعني المخاوف الإسرائيلية لم تكن من دول عربية في سنوات 60 و70 و80 كما هي لحزب الله، ويعمل ألف حساب لحزب الله اليوم إذا كان يعني بمخيلة إسرائيل أي اعتداء أن يقوم فيه على لبنان، سواء في ترسيب الحدود أو تعدي الخط الأحمر أو الخط الأزرق، ويريد أن يسيطر على الغاز الطبيعي في البحر، أو يريد أن يتوسع بحدوده البرية، نعم هناك سوف يجد حزب الله وسوف يدافع عن لبنان واللبنانيين كلهم. ولكن إذا كانت هناك سياسات، فهناك حزب سياسي هو جزء من هذه المنظومة السياسية، وقد تتعامل هذه المنظومات كأي منظومات حزبية دولية معروفة، وباتباع يعني حسب أي توافق تصل إليه، إذا كانت مستقبليا الحكومة اللبنانية أو المصلحة اللبنانية، هو جزء من هذه الحكومة ويتخذون القرارات الصحيحة ما يصب في مصلحة لبنان. من القدس الخبير في شؤون الشرق الأوسط الدكتور حسن مرهج، أنا أشكرك جزيل الشكر على طيب هذه المشاركة ومجمل هذه الإيضاحات، شكرا جزيلا لك. حديث الساعة مستمر مشاهدينا الكرام، وفي ملفنا الثاني أكد مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي وجوب انسحاب القوات المقاتلة في التحالف الدولي من البلاد ضمن جدول زمني متفق عليها، وذلك خلال استقباله السفير الكندي في بغداد أوراك شانون. فما المناسبة لمعاودة التأكيد على انسحاب قوات التحالف من العراق؟ وكيف سيبدو واقع العراق بعد هذا الانسحاب؟ وما طبيعة الفراغ الذي سيشكله ومن الذي سيغطيها؟ طروحات موضوعة للنقاش، ابقوا معنا. مؤسسات الدولة والقوات الأمنية والمشاريع الاستثمارية، هذا معطل لطموحات الشعب بالتأكيد. بهذا الخصوص ينضم إلينا من العراق الصحفي والمراسل الميداني الأستاذ سيف الدين الإبراهيمي. أستاذ سيف، مرحبا بك في حديث الساعة وعلى شاشة قناة اليوم. بداية، يعني الأعرج يؤكد على وجوب انسحاب التحالف الدولي
من العراق وفق جدول زمني معد مسبقا. يعني ما المناسبة ليعيد الأعرج التذكير بمسألة الانسحاب، علما أن بغداد وواشنطن أيضا يعني توصلتا إلى تفاهم استراتيجي فيما يخص القوات الأجنبية في العراق، ووضع جدول زمني لانسحاب هذه القوات وترتيبات يعني لانسحابه دون وضع فراغ كبير على الأرض. أستاذ سيف، يعني ما الأصداء في العراق حيال مثل هذه التصريحات المتصاعدة يوما بعد يوم؟ نعم، حياكم الله زملائي في شبهات. يعني قبل أيام حدثت زيارة لرئيس الوزراء الكندي لمستشار الأمن القومي العراقي قاسم العرابجي، وتم الاتفاق حول آلية انسحاب القوات التحالف الدولية التي هي بقيادة الولايات المتحدة، وأيضا ضمن هذه القوات هي القوات الكندية الموجودة داخل قوات التحالف. يعني هذا الاتفاق جاء بعد يعني سنين طوال من وجود التحالف الدولي داخل العراق، وأيضا من خلال العمليات التي شارك فيها التحالف الدولي أثناء سيطرة تنظيم داعش الإرهابي على العراق، وأيضا ساهم مع الجيش العراقي حتى في وضع الخطط لمساعدة الجيش في الدخول للمناطق أثناء تحريرها. يعني بالتزامن هذا الموضوع جاء مع حديث للناطق باسم رئيس الوزراء العراقي حول وضع جدول وآلية لانسحاب قوات التحالف الدولية من العراق، وأيضا هنالك استجابة من الطرف الآخر من التحالف الدولي بوضع يعني مدة زمنية لانسحاب التحالف الدولي. بالتالي أن المتحدث الرسمي اللواء يحيى رسول قبل أيام يعني في تصريح قال أن العراق ليس بحاجة إلى وجود أي جندي من التحالف الدولي بسبب يعني التطورات الحادثة في المنظومة العسكرية والمنظومة الأمنية الموجودة في العراق. يعني وتبين ذلك من خلال الاستعراض العسكري الذي قام به الجيش العراقي أثناء تحديد يعني طيب أستاذ سيف، يعني الكل يعلم بأن التحالف الدولي داخل العراق لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي، وكان خليف وشريك وثيق كما تحدثت حضرتك للقوات العراقية في محاربة هذا التنظيم الإرهابي. يعني ماذا عن القوات التركية التي دخلت العراق غازية محتلة؟ ليس حري بالعراق أن يطالب برحيل هذه القوات أولا؟ يعني هنالك قبل يومين بالتحديد قصف عنيف حصل على يعني شمال العراق في كردستان، بالتحديد على الحدود بين تركيا ويعني محافظة دهوك العراقية التابعة لإقليم كردستان. هذا القصف حدث من قبل يعني الطائرات التركية، وأيضا قصف مدفعي. وجهت الحكومة في نفس اليوم يعني بيان واستنكار شديد اللهجة للسفير التركي الموجود في بغداد، ووقتها حضر السفير التركي إلى داخل مجلس الوزراء والتقى برئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وأيضا وجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بيان شديد اللهجة بخصوص هذا القصف الذي حدث في دهوك، وأيضا يعني هنالك اتفاقيات موجودة بين العراق وتركيا حدثت مؤخرا بخصوص فتح الحدود ورفع الفيزا ما بين البلدين بين العراق وتركيا، باعتبار ان العراق هو المنفذ الاقتصادي يعني المهم بالنسبه للسوق التركيه يعني باتجاه الخليج العربي. استاذ سيف، يعني في حال تم الانسحاب الكامل لقوات التحالف الدولي، يعني الا يترك ذلك فراغا ميدانيا على الارض بحسب متابعتكم للميدان كما يقال؟ يعني نتحدث على المصادر الرسمية العسكرية الموجودة في العراق، حسب آخر التصريحات للقيادات الأمنية والعسكرية أن الجيش العراقي والقوات الأمنية العراقية مستعدة على أتم الاستعداد، وتم تجهيزهم حسب الاتفاقيات الأخيرة لتجهيز السلاح للجيش العراقي مع التحالف الدولي. جهز العراق بالمعدات والأسلحة، يعني نتحدث عن مصادر عسكرية وأمنية أن التجهيز العراقي أصبح على مستوى عالي، وكما يعني في الفترة الأخيرة حدث هنالك معرض في
في العاصمة بغداد يعني العديد من الدول الأوروبية وحتى الدول العربية التي عرضت أسلحتها داخل العراق، وأيضا ساهمت هذه الدول في مساعدة العراق على تجهيز أسلحته وأيضا تجهيز الجيش العراقي. يعني هذه المصادر هي مصادر عسكرية أمنية، لكن من المؤكد أن هنالك يعني في الفترة الأولى إذا انسحب قوات التحالف ستكون هنالك فراغات موجودة، لكن حسب اعتقادنا أن الجيش العراقي سيفي بالغرض السيطرة على معظم المناطق الموجودة في العراق. نعم، من العراق الصحفي والمراسل الميداني الأستاذ سيف الدين الإبراهيمي، أنا أشكرك جزيل الشكر على طيب هذه المشاركة ومجمل هذه الإيضاحات، شكرا جزيلا لك. من أربيل ينضم إلينا السياسي العراقي الأستاذ محمود خوشناوب. أستاذ محمود مرحبا بك على شاشة قناة اليوم. يعني بداية، ما الانعكاسات التي سيخلفها انسحاب التحالف الدولي أو قوات التحالف الدولي من العراق، سيما وأن يعني الحديث بهذا السياق يتصاعد يوما بعد يوم في الآونة الأخيرة؟ أستاذ محمود مساك الله والمشاهدين بكل خير، أهلا بك، تحية لكم ولقناتكم العزيزة. طبعا التواجد القوات التحالف الدولي على الأرض العراقية له تاريخ يعود منذ 2003 وبعدة مراحل. المراحل بدأت بمراحل كما تعلمون في نيسان 2003 ودخولها إلى العراق، ومن ثم في مرحلة أخرى حسب اتفاقية الإطار الاستراتيجية والاتفاقية الأمنية بين الولايات المتحدة الأمريكية والعراق، تم انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية وقوات التحالف بصورة عامة بصفتهم العسكرية والقتالية في نهاية 2011. ولكن من 2011 إلى 2014 بقى العراق يعتمد على قواته الأمنية والقوات العسكرية في كيفية الحفاظ على الأرض ومسك الأرض ومكافحة الإرهاب وأيضا ردع الخطر على العراق بجميع شتى المشاكل. ولكن رأينا بأن في حزيران 2014 كان هناك احتلال لداعش لمحافظات النينوى وصلاح الدين والأنبار وجزء وقريب واقتربت أيضا من بغداد، لذلك كان هناك خطر على العاصمة العراقية. ذهبت الحكومة العراقية عبر السيد وزير الخارجية إلى مخاطبة مجلس الأمن الدولي بمراسلتين تطلب منها تدخل دولي عبر قوات التحالف لمكافحة الإرهاب وردع الخطر على العاصمة. قلت هذا التاريخ لكي أقول، يعني ذكرت هذه الأمور لكي أقول لك بأن التواجد الأجنبي الموجود في العراق بالتحديد بعد 2014 هو من الطلب من الحكومة العراقية. الجديد بعد كل هذه المراحل هو الحوار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن. عندما نتكلم عن التحالف الدولي، نعم هناك قوات أخرى داخل العراق، هناك قوات هولندية، هناك ألمانية، هناك إسبانية، هناك قوات تركية. يعني كل هذه القوات أستاذ محمود، كل هذه القوات أتت لمحاربة تنظيم داعش وبطلب كما تحدث من الحكومة العراقية لموازرة ومساندة العراق في الحرب على تنظيم داعش الإرهابي، وخاضت يعني حقيقة شراكة قوية للتخلص من هذا التنظيم. ولكن اليوم الجانب التركي وقواته العسكرية على الأراضي العراقية، استباحة كاملة لهذه الأراضي، استهداف ممنهج للقرى والبلدات سيما في إقليم كردستان، أليس حري بالعراق أن يتحرك باتجاه الجانب التركي لإخراجه من الأراضي العراقية وأن يبرم حوارات ربما تكون استراتيجية تكتيكية مع النظام التركي لإخراجه وإيقاف عدوانه بين الفينة والأخرى واستباحته للأراضي العراقية، من وجهة نظركم أستاذ محمود؟ جميع القوات الموجودة الأجنبية، عندما نقول القوات الأجنبية نبدأ من الولايات المتحدة الأمريكية للقوات التركية والقوات الأخرى. عندما نقول يجب على العراق وفق نظامه السياسي أن يبدأ بخطوات جدية، وأهمها الاستقرار السياسي. عندما لا تكون هناك استقرار سياسي، ولا يكون هناك بالأحرى استقرار سياسي للنظام، عندما لا تكون الدولة العراقية مستقرة في مؤسساتها الدستورية وتعتمد على أسس معينة ومحددة متفق عليها من قبل الكتل السياسية الفاعلة داخل مجلس النواب العراقي والتي يقع على عاتقها مسؤولية إدارة الدولة، عندما لا يكون هناك اتفاق على المبادئ الأساسية وعلى الخطوط الأساسية بين المكونات السنية الكردية الشيعية في كيفية إدارة الدولة والتعامل مع هذه الملفات، بالتأكيد لا نستطيع لا التفاوض مع الحكومة التركية ولا التفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية بالصيغة التي يتم تبنيها من الجميع. لذلك هناك تفاوض في الآراء بين جميع المكونات العراقية والأحزاب السياسية حول توازن القوات الأجنبية. على سبيل المثال كما قلت لك، وليس الحصر، كما قلت لك بأن الحوار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن أتى نتيجة الضغط الشارع بعد أحداث المطار، أتى نتيجة تنظيم تواجد القوات الأجنبية في العراق حسب مراسلتي كما قلت. ولكن هذا أيضا فيه آراء مختلفة. القوى السياسية الشيعية، بعض القوى السياسية الشيعية تقول بأن يجب أن لا تكون هناك قوات أجنبية وبالتحديد الأمريكية على الأرض العراقية.
قوى أخرى تقول لا. القوى السنية تقول بأن يجب هناك يجب أن يكون هناك توازن القوات الأمريكية في هذه المرحلة، لأنها تساعد القوات العراقية في تقديم الجهد الاستخباري والأمني وأيضا المشورة العسكرية وتدريب المقاتلين العراقيين وأيضا الدعم الجوي. الكرد أيضا لديهم نفس الرؤية، الكرد لديهم نفس الرؤية بأن توازن القوات الأمريكية في هذه المرحلة ضروري جدا للأمور اللي ذكرت لك في السابق. من وجهة نظر سياسية أستاذ محمود، من وجهة نظر سياسية، هل فعلا القوات الأمريكية على الأرض اليوم العراق بحاجتها في هذه الفترة؟ يعني هناك شقين، هناك شق سياسي وهناك شق يعني نستطيع أن نقول واقعي. هناك طلب من الجميع بأن يجب أن يكون هناك تنظيم للتواجد الأجنبي في العراق، لا نستطيع أن نقول إخراج القوات الأمريكية. العراق ليس بمقدوره لا الأمني لا العسكري ولا الاقتصادي وفق المعطيات الموجودة وارتباطات العراق بالمنظومة الدولية وارتباطات العراق والولايات المتحدة الأمريكية بالملفات العسكرية والأمنية والاقتصادية. ليس بمقدور العراق أن يقوم بإخراج القوات الأمريكية بهذه الصيغة كما يقال على الطريقة الأفغانية. نحن نقول يجب أن يكون هناك تنظيم للتواجد الأجنبي داخل العراق بدءا من الولايات المتحدة الأمريكية والآخرين في هذه المرحلة. لأن ذكرت لك الواقع السياسي العراقي والنظام السياسي العراقي غير مستقر، لا يستطيع أن يقوم بحفاظ على واقعياً. يعني هنا بيت القصيد أستاذ محمود، خروج قوات التحالف ستحدث فراغ كبير في العراق حقيقة. من سيملأ هذا الفراغ، فراغ التي ستخلفه أو سيخلفه التحالف الدولي؟ يعني كما ذكرت لك بالتأكيد، يعني عندما خرج آخر جندي أمريكي من العراق في نهاية 2011، وفي هذه السنوات الثلاث من 2011 إلى 2014، رغم أن كان هناك إدعاءات بأن القوات العراقية لديها جهوزية عالية في مكافحة الإرهاب، إلا أن داعش وبعدات قليلة استباحت الأراضي العراقية في محافظات نينوى وصلاح الدين. لذلك هذا الفراغ الأمني دائما ما يعطي ذريعة للمنظمات الإرهابية وللدول التي لديها أطماع في العراق أن تتوسع على حساب الأراضي العراقية. لذلك أنا أعتقد بأن الاستفادة من اتفاقية الإطار الاستراتيجي وتنفيذ بنودها أو تعديلها حسب الحوار الاستراتيجي، تنفيذ الاتفاقيات التفاهمات العفو موجودة في جولة ثالثة للحوار الاستراتيجي اللي نضجت في الجولة الثالثة للحوار الاستراتيجي، سوف تعطي نتاج واضح حول كيفية تنظيم العلاقة بين القوات الأجنبية والقوات العراقية. وضحت الفكرة من أربيل السياسي العراقي الأستاذ محمد خوشناوان، أشكرك جزيل الشكر على طيب هذه المشاركة ومجمل هذه الإيضاحات وكل هذه التفسيرات. من بغداد أيضا ينضم إلينا الباحث في شبكة الهدف للتحليل السياسي والأمنية الأستاذ عباس العرضاوي. أستاذ عباس، يعني انسحاب قوات التحالف ألا تفتح الباب مواربا أمام الفصائل التي وصفتها بغداد مرارا وتكرارا بالخارج عن القانون، أن تصول وتجول في العراق وأن يعني تحكم قبضتها على قوى سياسية وربما قرارات سياسية في هذا البلد؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لك سيد الكريم، تحياتي لجمهوركم الكريم. طبعا لا أعتقد أن اليوم انسحاب القوات الأمريكية سيتسبب بضرر بمقدار ما وجودها هو أصلا سبب ضررا مباشرا من خلال جرائم اتخذت ومورست ضد الشعب العراقي في موضوع القائم وجريمة المطار وجرائم اتجاه البنى التحتية في مطار كربلاء وغيرها من القصف. بالعكس، كانت لدينا تجربة في انسحاب القوات الأمريكية في عام 2012، كان هناك استقرارا سياسيا وأمنيا منذ 2011-2012 إلى 9/6/2014 حينما اقتحمت داعش والعصابات الإرهابية الأراضي العراقية. أكثر من سنتين ونصف لم تكن هنالك أي محاولات لا لفصائل المقاومة ولا غيرها في أن يعبث بأمن العراق، بل كان هنالك استمرار لحكومة وإجراء الانتخابات. الجانب الأمريكي هو يعول دائما على نشوء ونمو العصابات الإرهابية والجماعات التي تسهم في تقويض أمن البلاد، وهذا ما يجري تحديدا الآن في مناطق حدود العراق ومناطق المتنازع عليها بين الإقليم والمركز ومناطق لا يتم السيطرة عليها أمنيا بشكل مباشر، لا سيما منطقة الحدود بين الجانب العراقي والجانب السوري، مناطق تواجد المنافذ التي تحت سيطرة الجانب الأمريكي مثل منفذ مقابل قاعدة التنف. طيب جميل أستاذ عباس، يعني لنكن يعني مجردين من هذه العواطف، فهنا نحن نتحدث عن قوات تحالف. قوات تحالف شاركت القوات العراقية في محاربة تنظيم داعش الإرهابي هناك على الأرض العراقية. أنت حدثنا على ضرورة إخراج القوات الأجنبية، فيجب علينا أن نشمل القوات الإيرانية والقوات التركية أيضا.
أم أن هذين القوتين بمنأى عن أنهما أجنبيتين في العراق أستاذ عباس؟ طيب من الجيد أنك ذكرت أن نتحدث بدون عواطف. نعم. فممكن أن تدلنا أين تتواجد القوات الإيرانية؟ ممكن أنا معك في القوات التركية صحيح توجد في شمال العراق، والقرار العراقي البرلمان الصادر في 5/1/2020 يتحدث عن إخراج القوات الأجنبية بشكل عام والأمريكية بشكل خاص. أستاذ عباس، لا يمكن لأحد أن ينكر أن هناك فصائل ولائية موالية لإيران تأتمر بإمرة إيران أيضا وتنفذ أبرزها هذه الفصائل التي ألت وصفتها بغداد. أنت تتحدث عن مواطن عراقي وتتهمه بالولاء لخارج بلده، هذا موضوع الأيديولوجيات وموضوع محور المقاومة موضوع كبير ويختلف عما تتحدث عنه. أما اتهام العراقيين بهذا، هذا كلام مرفوض جدا. أنت قلت أن القوات الإيرانية، أين القوات الإيرانية؟ أما اتهام عراقيين بأنهم إيرانيين، هذا كلام مرفوض من حضرتك، ولا أعتقد أنه لا أن تتبناه. أستاذ عباس، يعني القوات التركية موجودة هناك، علما أن القوات الإيرانية يعني هي يعني جل تصميمها هو فتح طريق بري يربط طهران ببغداد بدمشق ببيروت. هذا أمر يعني ليس محور نقاشنا. نعم، ليس محور نقاشنا هذا، ولكن اليوم القوات التركية هي بمنأى عن أنها أجنبية ويجب إخراجها من الأراضي العراقية. أستاذ عباس، أستاذ عباس هل تسمعني؟ طيب، يبدو أننا فقدنا الاتصال مع أستاذ عباس العرداوي من الباحث في شبكة الهدف للتحليل السياسي والأمني. أنا أشكرك جزيل الشكر على مجمل هذه الإيضاحات وكل هذه التفاصيل. إذن مشاهدينا، يعني هذا التأكيد. نعم أستاذ عباس، أستاذ عباس هل تسمعني؟ أعتذر جدا، الآن عاد الاتصال. نعم تفضل. لأن أنا أقول أكو فرق ما بين رؤية محور المقاومة، هذا موضوع متعلق بسياسة شعوب، مو متعلق بالجانب الأمريكي. يعني اختلفنا أو اتفقنا في هذه سياسة الدول، لكن نحن نتحدث عن قوات عسكرية موجودة ضمن قواعد، 2500 مقاتل مثل ما تحدث الحكومة العراقية. صحيح. لكن على الأرض احنا لدينا إحصائيات تصل إلى 20,000 مقاتل أمريكي، أكثر من 20,000 مقاتل أجنبي تم دفعهم إلى المنطقة، واليوم تستخدم حتى الأراضي العراقية لمرور هؤلاء الإرهابيين من خلال منفذ جريشان إلى وصول إلى اليمن من خلال السعودية والكويت والمناطق البحر ومن خلال الخليج. المنطقة منطقة متوترة. نعم أنا معك، تتحدث عن الاحتلال التركي، الاحتلال التركي احتلال بعيد ويجب أن تنفذ القرارات العراقية، لكن هناك ضعف ضمن التعاون بين الحكومة المركز والإقليم في هذا الملف. ولا ماذا يمكن أن تسمى أن تجرف أكثر من 60 قرية وأن تستهدف عشرات الأهداف؟ هناك طموح لدى الجانب التركي بالتوغل بشمال سوريا وشمال العراق، والتوغل هذا متعلق باستراتيجية التواجد بديلا على الجانب الأمريكي من جانب، واستراتيجية التعاون مع الملف الكردي أيضا. الملف الكردي يتعرض للضغط المباشر، لهذا نجد هنالك يعني أستاذ عباس يعني على المقاطعة، ولكن هناك انقسام داخل البيت العراقي فيما يخص ضرورة إخراج القوات الأمريكية وقوات التحالف. كيف سيعالج العراق هذا الانقسام الداخلي؟ يعني السنة الكرد يرون بأن وجود القوات الأمريكية والتحالف الدولي ضروري في الفترة الراهنة على أقل تقدير، بينما بعض الأطراف الشيعية ترى بأنه من الضروري إخراج هذه القوات وبأسرع وقت ممكن. صحيح جدا، هنالك انشقاق سياسي في هذا الموضوع، لكن هنالك برلمان عراقي يحتكم الى الديمقراطيه ويحتكم الى عدد الاصوات، العدد كان كافيا لايجاد تصويت مناسب. نعم على وجه الارض القوى السياسيه تختلف، لكن القوى الشعبيه لا تختلف، حتى القوى الشعبيه الكرديه او السنيه هي تتحدث عن ضرر يصيبها من التواجد الامريكي. نعم القوى السياسيه المصوته في داخل البرلمان حينما اجتمع هناك اعتراضا كرديا اكثر باعتبار القوى السنيه حضر منهم 13 نائبا ورئيس البرلمان. هذا الموضوع موضوع يحتاج الى تضمينات ويحتاج الى اعاده الثقه، وهو صحيح انه يحتاج الى يعني جو مناسب من اجل تهيئه الاجواء، لانه هنالك من يحاول ان يضغط امنيا وسياسيا من اجل ايجاد بيئه قد تكون هذه البيئه
تسمح ب يعني تفاقم ازمات سابقه، ازمات متعلقه بالشين الطائفي، متعلقه بدفع دول الاقليم ودول الجوار الى تعنيف المشهد وتسخين الاحداث. هذا موضوع يعني جدا طبيعي يحتاج الى حديث داخل البيت العراقي ويحتاج الى مساحه اكبر لان تكون هنالك طمانه. نعم، من بغداد الباحث في شبكة الهدف للتحليل السياسي والأمني الأستاذ عباس العرداوي، أنا أشكرك جزيل الشكر على طيب هذه المشاركة ومجمل هذه الإيضاحات، شكرا جزيلا لك. إذن مشاهدينا وصلنا إلى نهاية حديثنا لهذه الساعة، أنا أشكركم ضيوفي الكرام جميعا على طيب المشاركة، والشكر موصول لكم مشاهدينا على حسن وكرم المتابعة، ولمتابعة مواضيع أوسع زوروا موقعنا الإلكتروني اليوم tv.net. إلى اللقاء.